كوسة ورق عنب باللحمة مع ضلاع الغنم بطريقة أم علي. أول شي بتغسل ورقات مي سخنة، بتصفيهم، بتشيل راس الورقة، بتحط الحشوة، رح أذكرها تحت الفيديو. لا تكتروا حشوة بورق العنب عشان لا يفتح معكم. الكوسين نفس الطريقة، حشوها 3/4. سلقة الضلاع أول سلقة 10 دقائق، كبت ميتها مع المطيبات، بعدين حمرتهم بأرض الطنجرة، بندورة، ورق غار، عود قرفة، ضلاع مع الكوسة ورق العنب. في طريقتين لطبخ هاي الأكلة. إذا بتحبوا الكوسة كتير مستوية بتسطوها مع ورق العنب، يعني بتاخد 3 ساعات ونص بعد ما ترتبون وتضيفوا المي السخنة، وآخر نص ساعة بتحطوا عصير الليمون، أو بتسطوا ورق العنب 2 ساعة وآخر ساعة بتحطوا فوق الكوسة لتستوي. حلو ورق عنب مثلك.